السلام عليكم يا أيها الأصدقاء، أهلا وسهلا إلى قناتي. سأتحدث في هذا الدرس عن النظافة. سأخبر إليكم ما هو التنظيف، ما الذي يجب أن ننتبه لنكون شخصا نظيفا. سأقرأ بعض الجمل عن التنظيف، استمعوا بدقة إن شاء الله. النظافة، كلكم تعلمون النظافة من الإيمان. الإسلام يهتم بالنظافة. يأمر الله أن يكون طاهراً. يجب على مسلم أو مسلمة، لا فرق بينهم، يجب على مسلم أو مسلمة أن يكون نظيفاً دائماً وينتبه لنظافته. ما هو أنواع التنظيف؟ نظافة الملابس، نظافة الجسم، الاستحمام يجعلني نظيفا ويجدد نشاطا. نظافة الفم والسن، نظافة اليد والوجه، وطبعا نظافة البيئة. نظافة البيت، نظافة المدرسة، مدارسنا بيتنا الثاني، أليس كذلك؟ نعم بالطبع. نظافة المأكولات والمشروبات، النظافة وقاية من الأمراض. الشخص النظيف محبوب من جميع الناس. يعني الشخص النظيف يحبه من كل الناس، كل الناس عفوا، الشخص النظيف يحبه كل الناس. المؤمن يهتم بنظافة البيئة. يجب علينا أن نحافظ على بيئتنا
نظيفة دائما. يجب علينا أن نحافظ على بيئتنا نظيفة دائما. النظافة الشخصية مهمة للصحة جدا. اعتني بعناية الشخصية اليومية كثيرا. أغسل يدي قبل الطعام وبعده. أنظف أسناني كل صباح ومساء. كل صباح ومساء. أنظف أسناني كل يوم صباح مساء يعني. أنظف أسناني بالفرشة على المعجون. بالفرشة على المعجون. أنا أبقى غرفتي نظيفة ومنظمة. أغسل يدي بالصابون جيدا بعد استخدام المرحاض. أنا أرمي النفايات يعني قمامة نفايات. أنا أرمي دائما النفايات في سلة المهملات دائما. أستحم مرتين في أسبوع على الأقل. مرة أو مرتين يعني. أساعد أمي وأبي والدي يعني في أعمال البيت. أقص أظافيري كل أسبوع. عند العطس أغلق فمي بيدي اليمنى وأستخدم المنديل. أنتبه لنظافة الملابس كل يوم. أحب
أحافظ على نظافة الصف ومدرستي دائما. أحترم كباري وأحب صغاري. النظافة والنظام من القيم الأساسية في حياة أي إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان، الطهارة نصف الإيمان، أو الطهارة شطر الإيمان. ولذلك يجب علينا أن نكون نظفاء دائما، كلنا يعني، كلنا يجب علينا أن نكون نظفاء، ونعتني النظافة طوال العمر لنعيش أفضل حياة صحة. شكرا لكم على الاستماع يا أيها الأصدقاء، أتمنى لكم السعادة والتوفيق. انتهى الدرس، إلى اللقاء، مع السلامة.